بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه في الدارين آمين. الباب التاسع من الكتاب 28، كتاب الأيمان، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. عموما لا ترمي إنسان بمعصية لم يفعلها، حرام، من أكبر الحرام إنك أنت ترمي إنسان بشيء لم يفعله وتقذفه بشيء لم يفعله، خصوصا لو كان من فواحش القول كمان ومن فواحش الأفعال. هذا في أي إنسان، ولو كان هذا الإنسان مملوك، يعني حتى المملوك اللي هو في نظر الناس حقوقه أقل من الحر، إلا أنه في إنسان أيضا، لا تفتري عليه الكذب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث الأول بعد 400 و4000، يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. لأن قذف الحر له حد وعقوبة في الدنيا، حد القذف، لكن قذف العبد لا حد له في الدنيا. فقد يتهاون الناس بسبب عدم وجود حد القذف عند قذف العبد، فيتهاونون في عرض العبد فيقذفونه متهاونين. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يقم الحد عليك في الدنيا في قذف العبد يقام عليك الحد في الآخرة، لأنه ما زال إنسان. وإن العبودية دي نظام اجتماعي أنتم وضعتموه لا يحبه الله، ولذا فتح أبواب العتق. فالعبد إذا قذف لا يقام الحد على قاذفه، لكن يعذر تعزير فقط، عقوبة بسيطة ليس حد، بخلاف قذف الحق المحصن، والمحصن يقصد به الحر. يبقى المحصن هنا في موضوع الحد، في موضوع القذف يقصد به الحر ولا يقصد به متزوج، يعني والذين يقذفون يرمون المحصنات، المحصنات يعني الحرات العفيفات وليس الإماء الرقيق. وعن أبي قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد، وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم نبي التوبة. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. وده من باب حسن العشرة مع العبيد والأرقاء، أن لا يجعهم وأن يطعمه مما يطعم وأن يلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. يلبسه من نفس ما يلبس، ده على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ممكن يلبسه أقل درجة مما يلبس، لا بأس، لكن لا يعريه، لكن يلبسه مما يلبس من نفس نوع ما يلبس، ده على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. واضح؟
لكن سيدنا ابي ذر كان يرى انه على سبيل الوجوب، فكان زي القماش اللي بيلبسه بالظبط يجيب لعبده من نفسه بالظبط. سيدنا ابي ذر كان ايه له مذهب يعني يخالف الصحابه في هذه المساله، انه يرى انه واجب عليه ان يلبس عبده مما يلبس. الصحابه فهموا انه يستحب، هو المهم يلبسه وخلاص مش شرط مما يلبس، فهم؟ لكن حملها سيدنا ابي ذر الغفاري على الوجوب، كما انه ايضا كان يخالف الصحابه في فهمه في ايه كنز المال، فكان يعتبر كل من احتفظ بما زاد عن حاجته من المال ولو ادى زكاته وقع في ايه؟ في تحريم الكنز. فهمت؟ كان يرى ذلك. فكان يرى وجوب التصدق بما زاد عن الحاجه اولا باول. وباقي الصحابه كانوا لا يرون هذا، بل يرون ان الكنز هو الا تخرج زكاة مالك، هو ده الكنز المحرم. اما ان اقتنيت المال واحتفظت به واخرجت زكاة مالك فلا تسمى كانزا. فاهم؟ ولكن اجمع الفقهاء على انه اذا كلفه بما لا يطيق وجب عليه ان يعينه. إذا كلف عبده بما لا يطيق وجب عليه أن يعينه، واضح؟ على سبيل الوجوب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد. سيدنا أبي ذر أقام في الربذة بسبب إيه؟ بسبب خلافه مع الصحابة في فهمه آية الكنز. وبعد الناس أشاعوا أن سيدنا عثمان هو الذي نفى، سيدنا عثمان لم ينفي، لم يحدث أنه أمره أن يقعد في الربض، لو اقترح عليه اقترح عليه ولم يأمره أمر حاكم نصحه حتى لا يكون هناك مشاكل بينه وبين كثير من الصحابة الذين كانوا يخالفونه في هذا المذهب. مذهب ايه؟ موضوع انه لابد ان الانسان كل يوم ما زاد عن حاجاته يتصدق بيها، ما تباتش ببيته، رأيه كده. فهمت ازاي؟ فاذا كان عنده مخزن في بيته يبقى ده كانز المال. فهمت بقى؟ ده بقى مذهبه كده. وكان يعمل لهم قلق الصحابة طول النهار، قاعد يعمل لهم مناقشات معاهم وايه وهم يناقشوه وهو يناقشه. فسيدنا عثمان بن عفان نصحه، قال له بدلا من ان ترهق نفسك بهذا فلا باس ان تعيش في الربذة. ويقال انه هو الذي اختار لنفسه ذلك، انما من ضمن ما اتهم سيدنا عثمان قال لك ده نفى الى الربذة ولم يحدث. سيدنا عثمان كان رقيق الطبع وكان محب للناس جميعا. فهو كان عايش في الشام اصلا ابي ذر، واختلف مع معاويه بن ابي سفيان في هذه المساله. فلما معاويه اشتكى لسيدنا عثمان، فسيدنا عثمان نصحه قال له ايه؟ اقعد في الربذة لو حبيت، لو اردت اقعد في الربذة اريح لك وابعد عن الناس دي كلها بدل ما تعمل مشاكل مع الناس. فهم؟ فهو جلس هناك برغبته، مش عمل له حراسة بقى ومنعه من الحركة وتحديد إقامة ونفاه، يقول لك نفاه إلى الربذة، كل ده عشان يكرهه الناس لسيدنا عثمان ولم يحدث، عشان يقول لك عثمان أموي ومعاوية أموي وكان بيراعي قرايبه على باقي الصحابة على عدد باقي المستشرقين علشان يزودوا الشقاق بين الصحابة وبعضهم البعض، وهذا لا يليق في حق الصحابة، وطبيعة سيدنا عثمان لا تقبل ذلك. فسيدنا أبي ذر كان يعيش في الربذة وهي إيه؟ مكان بعيد عن المدينة. فبيقول مررنا بأبي ذر بالربذة، وأصدق الناس لهجة، النبي كان يقول لأبو ذر إيه؟ أصدق الناس لهجة أبو ذر. وقال له إنك امرؤ ضعيف لا تأته. وسيدنا أبي ذر ما كانش ضعيف على فكرة الضعف، ده كان محارب ومقاتل وكان قوي في الحق وكان لا يلين. أمال إيه الضعف؟ يقول له لا تطلب الولاية، إنك رجل ضعيف. إيه الضعف اللي يقصده في أبي ذر؟ إن سيدنا أبي ذر كان لا يحب ان يسايس الناس في الحق، لان الولي ولي الامر لابد ان يكون عنده سياسه
للناس فيأخذهم بالتدريج إلى الحق. سيدنا أبي ذر ما عندوش هذا التدريج، ضعيف في هذه الجهة، يحب أن يغير الحق على طول في الحال في التو اللحظة. وبعدين لو ولي أمر يتيم، مال يتيم، هيتصدق بكل اللي باقي، فهيفقر اليتيم، لأن مذهبه كده، مذهبه كل ما زاد عن حاجة اليوم طلعه. طب بس ده يتيم عايز يتربى، هو مذهبه كده، فهيفقر اليتام لو ولي أمر الأيتام. فهمت إزاي؟ بسبب إيه؟ أنه لا يرى أن الإنسان يترك في بيته ما زاد عن حاجته ولو يوم واحد. فلما النبي رأى فيه هذا الزهد فقال أن هذا الزهد يؤدي لك إذا توليت أمر الناس، يؤدي بك إلى الإفساد دون أن تشعر. فهمت؟ فالنبي قال له لا تطلب الولاية لأنك ضعيف في هذه الجهة. فهمت؟ هذه المسألة، مش ضعيف في الإيمان، ولا ضعيف في القدرة الجسدية، ولا ضعيف في الشجاعة، لا، ده ضعيف في تدبير المال. ولابد أن من يلي أمر المسلمين يبقى عنده تدبير للمال، فهو ضعفه في تدبير المال بسبب حبه في إخراج كل ما زاد عن الحاجة قد يؤدي إلى إفقار بعض الناس دون أن يشعر هو، والله تعالى أعلى وأعلم. فهمت؟ لكن سيدنا أبي ذر ما كانش ضعيف الضعف اللي تظن أنت من معنى الضعف اللي في ذهنك، بل بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصل ما أقلت الإيه الغبراء ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. والصدق قوة على فكرة، الصدق قوة. فالمهم هنا بيقول قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله. والبرد ده يعني كساء كده فخم بيلبسه الناس الأغنياء، فلو هو عليه برد والغلام بتاعه العبد بتاعه عليه نفس نوع القماشة الغالية، هي نفس النوع. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، كنت انت بدل ما تبقى تحط نصه بس فوقيك كنت خدت اللي حطيته على العبد ده وخدته وبقيت حلة، يعني قطعة فوق وقطعة تحت، تبقى آخر شياكة بدلة، يعني تبقى بدلة كده، جاكيتة وبنطلون. لكن ده هو لابس الجاكيتة ومش لابس بنطلون من نفس البرد، لابس بنطلون من نوع تاني، سروال يعني. فهمت ازاي؟ او مثلا ازار من نوع تاني، نوع رخيص، قالوا له كان اولى بك يا بزار خدت الحتة التانية اللي على العبد دي وخدت الحتة فوق وحتة تحت، تبقى ماشي كده اخر شياكة. فهمت ازاي؟ ادي معنى الكلام. قالوا كنت خدتها وحدها حلة، فالحلة اللي هي الثوب المكون من قطعتين، الثوب المكون من قطعتين يسموه حلة، زي ما تقول انت بدلة وقميص جاكيتة وبنطلون. فهمت ازاي؟ او تقول مثلا قميص وفوقيه بلطو. فهمت ازاي؟ دي سموها حلة، يعني اي حاجة بتكونة من اتنين قطعتين دي سموها حلة. فقلنا يا ابا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال انه كان بيني وبين رجل من اخواني كلام، يقصد على اخوانه مين؟ يعني العبيد، يعني العبيد، لان النبي قال لهم على العبيد ايه؟ اخوانكم خوالكم، انهم اخوانكم خوالكم، مش كده؟ ولا يقل احدكم عبدي ولكن يقل ايه؟ غلامي. ولا يقل امتي بل يقل ايه؟ فتاتي، مش كده برضو الحديث كده؟ فبيقول ايه؟ كان بيني وبين رجل من اخواني، يعني عبيدي ارقائي، يقصد ارقائي، كلام. وكانت امه اعجمية فعيرته بامه، امه اعجمية، كان العرب طبعا عندهم العرب، لان النبي عربي، يبقى اي واحد يكون عربي يبقى ايه مقامه في النسب اعلى يعني. والتاني امه اعجمي، يعني ما تعرفش عربي، اعجمي يعني ايه؟ يعني لا يتكلم العربيه، هذه معنى الاعجم، فالعربيه اللسان. فهمت؟ عشان كده يقول لك العجموات، يعني عارف انت البهايم يقولوا عليها العجموات لانها لا تفصح، فجعلوا الاعجمي اللي بيتكلم لغه غير العربيه كالعجموات لا يفصح، فسموه اعجمي نسبه للعجموات. فهمت ازاي؟ بهايم يعني. لان عندهم الفصاحه هي العربيه، بيتكلم عربي هو اللي بيعرف يتكلم، اي لغه تانية دي مش كلام، ده عجموات، زي ما يكون واحد بيمقمق مثلا، واخد بالك ازاي؟ دي طريقتهم في الايه، لانهم اعتزازهم باللغه العربيه، وجاء القران باللغه العربيه وجاء النبي عربي زود اعتزازهم. فهمت ازاي؟ مجيء النبي عرب من العرب ومجيء القران باللغه العربيه، كل ده زود اعتزازهم باللغه العربيه، فجعلهم بقى معتزين بها الى درجه
ان هم بقوا يعايروا غير العربي. فهمت بقى المساله؟ فلما جالوا بقى ايه واد كده امه اعجميه من اوروبا ولا مش عارف منين ولا من اي حته، فقال له ايه؟ فعيره بانها اعجميه ليست عربيه يعني. يا ابن الخواجايا، كان زمانه ايه المصريين يقولوا كده. انا كان ليا جدا ما كان يشتم واحد يقول له يا ابن الخواجايا، يعني مش ابن المصريه، خواجايا يعني حاجه كده اجنبيه يعني ما نعرفهاش. هي دي بالظبط نفس الحكايه. فهمت ازاي؟ ولما يجي واحد مثلا يتعامل مع واحد مصري مثلا ويحاول يخمه ولا حاجه يعني ما يديلوش حاجه، يقول له ايه وانا خواجه؟ وانا خواجه يا ابني ولا هندي؟ فهمت ازاي؟ يعني الكلام ده متداول يعني من زمان، يعني الكلام ده ما زال الى الان متداول. فهمت؟ وكانت امه اعجميه فعيرته بامه فشكاني الى النبي. راح للنبي قال له شوف ابو ذر بيقول لي يا ابن الخواجاي، كل شويه ما يقابلني يقول لي يا ابن الخواجاي. فراح للنبي يشتكي. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه، لان ايه التعيير الناس بانسبها وهي لا تملك نسبها، ده قدر الله فيهم. ده يعتبر من نوع الجاهليه، عدم رضا بقدر الله في العباد. فهمت ازاي؟ لا تقدير الله، الانساب دي تقدير الله، ليست مزيه فيك ان ربنا خلقك عربي. فهمت ازاي؟ دي نعمه من نعم الله عليك. فهمت؟ فانت ما تعيرش واحد بمزيه جاءت اليك من الله نعمه. فهمت ازاي؟ والتاني قدره في الله انه يبقى كده، فلا تعيره بذلك، ادي معنى الجاهليه، عدم الرضا باقدار الله في عباده. فهمت ازاي؟ فبتعيره بقدره، هو ماله هو انه اتولد لا امه خواجايا، فمالك انت بيه؟ فهمت؟ ادي معنى الجاهليه. الرضا بعدم قضاء الله وقدره في عباده وقسمته بين عباده. واضح؟ قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا اباه وامه. قال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه، هم اخوانكم. يعني لو واحد سب رجل يقوم ايه؟ بدل ما يسبه اللي سبه، لا يسب ابو اللي سبه. طب ابوه ماله؟ ابوه قاعد في البيت، انت مالك بيه؟ يعني هو سبك دلوقتي، ليه تسب ابوه؟ سبه هو. لو كان ولا بد بقى مش عايز تسامحه يبقى سبه هو. فهمتني ازاي؟ يعني واحد قال للواحد يا كلب، قول له يا كلب، ما تقولوش يا ابن الكلب. فهمت ازاي؟ يعني افرض واحد قال للانسان يا حمار، قول له يا حمار بس وخلاص، تبقى كلمه قدام كلمه وخلاص، زي ما قال لك حمار قول له يا حمار، انتهينا، حلت الاشكال. لكن تقول له يا ابن الحمار، الله جبت ابوه ليه؟ ليه جبت ابوه دلوقتي؟ هو ابوه مش موجود، حرام عليك. فهمت؟ او يسب امه مثلا، ما ينفعش. فسيدنا ابي ذر بيقول ان عاده الناس كده، يعني تيجي واحد يسب راجل يروح الراجل يرد عليه يسب امه وابوه. دي عادات وحشه سخيفه. ودي من عادات الناس. فانا لما بسبه بامه، على عاده الناس يا رسول الله، انا متعود كده زي الناس ما بتعمل. فهمت؟ كانوا بيعتذر للنبي يعني ان العاده خدته. فلما يجي يشتمه بدل ما بيشتمه هو قام شتمه بامه زي ما الناس بتعمل. فهمت ازاي؟ فهو بيعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعتذر الناس على عاده الناس يعني، ان دي عاده الناس يا رسول الله، مش عاده انا بس، ده كل الناس بتعمل كده يعني، مش انا مش ابو ذر بس يا رسول الله، ده كل الناس. فهمت؟ ادي معنى الكلام. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. شوف من ساعة الحديث ده بقى يديله إيه؟ نص هدومه علشان إيه؟ يخلص. فجعل أمر النبي ده على الوجوب. فهمت؟ ولكن ده كان أمر إرشادي على حسن الإيه؟ حسن العشرة، وليس على سبيل الوجوب، لكن هو حمله على الوجوب. فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعن أبي قال وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية. قال قلت على حالي
ساعتي من الكبر. قال قلت على حالي ساعتي من الكبر، يعني ساعتها ساعة ما قلت له كده كنت ساعتها يعني ايه بتكبر عليه كده، بتعالى عليه علشان مضايقني يعني. قال نعم، وفي رواية أبو معاوية نعم على حالي ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه، ما يغلبه فليبعه. يعني لو كلفته حاجة فوق طاقته مش عارف يعملها وانت لا تستطيع ان تعينه فيها، يبقى بيعه بقى وهات واحد اقوى منه. فهمت ازاي؟ بيعه وهات واحد اقوى منه. وفي حديث زهير فليعنه مكان فليبعه. يبقى في رواية فليبعه على المعنى اللي قلته لك، يعني لو كلفته الامور العادية وهو اضعف من ان يؤديها لانه بنيته ضعيفة، يعني انت بتكلفه بعمل كل الناس تعرف تعمله لكن هو لانه ضعيف البنية مش قادر يعمله، خلاص بيعه لكن ما ترهقوش لانه ضعيف البنية. فهمت ازاي؟ قادر على رواية فليبعه، واضح؟ وفي رواية تانية فليعينه يعني يساعده وخلاص، فليعينه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعينه، انتهى عند قولي ولا يكلفه ما يغلبه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. كان سيدنا أبي ذر برضه مرة قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، أنت عارف برضه فاكر أنت الحديث ده؟ سيدنا أبي ذر برضه قال لسيدنا بلال لما اتخانق معاه مرة قال له يا ابن السوداء يا ابن الزنجية، يعني عشان أمه حبشية. فهمت إزاي؟ فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده وعاتبه عمل ايه؟ حط دماغه فخده على الارض وحلف ان لازم بلال يضع رجله على خده التاني علشان يعني ايه يرغم نفسه ويكسر الكبر اللي عنده اللي خلاه يقول له يا ابن السوداء. شوف قد ايه كان منصاع للحق سريعا سيدنا ابي ذر، من اهل الجنه سيدنا ابي ذر ده. ده كان اسلامه سبب لاسلام قبيلته كلها غفار وقبيله اسلم. شوف يعني هو واحد اسلم باسلامه قبيلتان كبيرتان من قبائل المسلمين. شفت قد ايه؟ بني غفار واسلم، وعشان كده الرسول قال ايه؟ بني غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله، لانهم اسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين بلا قتال، وكان سبب اسلامهم ابي ذر. شفت ازاي؟ ابي ذر غفار. وغفار دي قبيلته كانت معروفة انها قبيلة كلها عصابات بتقطع الطريق على الحجاج، عايشين على سرقة الحجاج بني غفار دي. فهمت؟ يعني عصابة زي علي بابا والأربعين حرامي كده قاعدين على طريق الحجاج يقطعوا الطريق على الحجاج ويعيشوا على سلب الحجاج أموالهم. شوف قد ايه بني غفار، شوف أسوأ من هذا ما فيش أسوأ من كده. يوم سيدنا ابي ذر ببركته كل قبيلته تسلم. فهمت ازاي؟ واسلم كانت بينها وبين بني غفار معاهدات، اول ما لقيت بني غفار اسلموا قالوا لسنا لنا حاجه في دين يخالف دينكم، فدخلوا معاهم في الاسلام كما كانوا داخلين معاهم في الحلف، دخلوا معاهم كان اسلم كانت مثال بني غفار علشان ما يسرقوش الحجاج بتوعهم. واخد بالك؟ خايفين منهم يعني، فكانوا عاملين حلف مع بعضهم. فاول ما بني غفار اسلمت اسلمت معاهم والاثنين دخلوا والنبي دعالهم. كل ده ببركة سيدنا أبي ذر. شوف أنت بقى كل القبائل دي وذريتها ليوم القيامة في صحيفة حسنات مين؟ سيدنا أبي ذر. مقامه عالي يعني سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، نفعنا الله به. فالأحسن تفتكر إنه علشان شتم بلال بقى وعلشان شتم مش عارف التاني وقال له يا ابن الخواجاية وبتاع تقوم إيه تبتدي تعيب في أبي ذر؟ لا يا عم ده ده ده, ده على دماغنا. فاهم؟ دول أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والنبي قال له كده، قال له تعيش غريبا وتموت غريبا وتبعث يوم القيامة وحدك، يعني وحدك مالكش مثيل، يعني مالكش مثيل في إيمانك وصدقك وقوتك على الحق وزهدك في الدنيا، مالكش مثيل. فهمت؟ أدي معنى كلام النبي له رضي الله عنه وأرضاه. فربنا يبلغه منا السلام ويدخل السرور على قلبه. وعن أبي قال حدثنا
محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألت عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم يعني اللي هم العبادين العباد دول، إخوانكم وخولكم، وخول الرجل هو مولاه، خول الرجل هو مولاه، ناصره، معينه، خدت بالك؟ وعشان كده كلمة خول يعني المعين والناصر، لكن في العرف المصري خول شتيمة، فهمت ازاي؟ اما واحد يشتم واحد يقول له يا خول، لكن ايه ده من حيث الشتيمة والاستعمال العرفي الآن، لكن الاستعمال اللغوي الخول هو المعين والناصر والمولى، فهمت بقى ازاي؟ يعني معناها حلو، يعني معناها اللغوي لطيف جميل، فهمت ازاي؟ زي مثلا ايه في الحملة الفرنسية، ايام الحملة الفرنسية الفرنسوية كانوا ايه الجنود الفرنسويين يمشوا في الشوارع يعكسوا الستات في الشوارع، فالست اللي هي تبص للواد الفرنساوي يقوم يقول لها ايه شارمون، يعني ايه؟ يعني لطيفة بالفرنسية، شارمون يعني انت لطيفة، عشان ايه بصت له يعني هو غمز لها وساعتها وهي بقى ايه مشيت قدامه، فالمصريين ما يفهموش فرنساوي، فلقوا ان اي بنت ايه تلين مع من يعاكسها قالوا عليها شرموطه. يعني خلوها في اللغه المصريه كلمه وحشه قبيحه، اما يجي يشتم بنت يعني ما تكونش عفيفه يقول شو شرموطه، وهي اصلها شرموه يعني لطيف، يعني كان شرموطه يعني لطيفه من حيث اللغه، لكن من حيث الاستعمال لا، فهمت بقى المعنى؟ فكذلك كلمه خول دي، خول في اللغة ليها معنى لطيف، المصريين استعملوها بمعنى تاني، فهمت ازاي؟ فنسأل الله السلامة. فخد بالك ان اللغة جميلة، يعني اللغة اوسع من الاستعمال، اللغة اوسع من الاستعمال، الاستعمال ساعات يغير اللغة، فلابد انك انت لما تقرأ الحديث ده تقراها بلغة النبي مش بلغة المصريين. النبي ايه؟ ايه ده؟ النبي بيقول وخولكم، شفت؟ يبقى النبي بيسب، يبقى جاهل مش فاهم، النبي مش بيسب، ما هو قاعد يقولوا الجماعة الوهابية في الدور اللي فات يقول لك النبي بيسب وبيلعن وبيعمل، ما يصحش. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم. ومنها حتى الخال، الخال يعني أخو الأم، نقول عليه خال. خال جاية من إيه؟ من خول، لأنه هو يعينك، أول ما تحتاج حاجة تروح لخالك، خالك يقف جنبك، مش كده برضه؟ كل ما تحتاج مال تروح لخالك، خالك يدينك، كل ما تحتاج حد ينصرك تروح لخالك، خالك ينصرك، فسموه الخال كده، ويقول لك اخوالي، اخوالي يعني اقاربي من جهه الام، الرجال من جهه الام القرابه يسموهم اخوال، فهمت بقى ازاي؟ فكل دي موجوده في لغه العربيه. جعلهم الله تحت ايديكم، يعني ايه؟ تحت تصرفكم يعني. فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. يبقى طعامه مش شرط نفس طعامك، طعامه مطلقا، لكن سيدنا ابو هريره يقول لك من نفس اللي باكله. يعني دخل ياكل كباب عند ابو شقره والواد العبد معاه يطلب له زي ما بيطلب، طلب لنفسه كيلو كباب يطلب للواد العبد كيلو كباب. بالظبط كده. لكن ايه؟ ممكن انك انت تدخل عند ابو شقره تاكل كباب وتجيب سندوتش من الشبراوي فول وطعميه للواد العبد يمشي، ما فيهاش مشكله. فهمت ازاي؟ من حيث اللغه، من حيث الشرع جائز ان انا اكله فول وطعميه واكل انا كباب، ما يجراش، المهم ما سيبوش جعان. لكن سيدنا ابو ذر لا، ده لو كل كباب ياكله كباب، كل مش عارف طعميه ياكله زيه طعميه، جاع يجوعه زي ما بالظبط. فهمت بقى؟ فادي الحكايه. لكن المملوك حقه انك تاكله ما تجوعوش.
تأكله من نفس طعامك ده على سبيل الاستحباب بقى. تأكله من نفس طعامك ده على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب، إلا في مذهب أبي ذر على سبيل الوجوب. فهمت بقى المسألة؟ وكسوته ولا يكلف من العمل ما إلا ما يطيق. وعن أبي قال وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه، يعني قعد طبخه فقعد جنب النار والدخان طالع عليه وقعد يشم ريحته وبعدين جايبه لك تقوم انت تاكله ما تدوقهوش. ده المصريين يقول لك طباخ السم يدوقه يا اخي، ده اللي بيطبخ السم بيدوقه يا اخي، وده مش سم يا اخي. فهمت؟ يعني لازم تدوقه من الطعام اللي هو عمله. فهمت؟ اذا صنع لاحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل. فليقعده معه دي على سبيل الاستحباب، فليأكل ولو أكل واحدة منه ده على سبيل الوجوب. يبقى على سبيل الوجوب انه يدوقه له، مش شرط يشبع منه، يدوقه له بس بق واحد لقمة. فهم؟ يبقى الواجب هو انه يدوقه له، والمستحب انه يأكله منه لما يشبع. فهمت ازاي؟ ويقعده معه على سبيل الاستحباب، لانه ممكن يجي الخادم تيجي تقول له اقعد معايا على السفره يرفض. واخد بالك ازاي؟ يرفض تماما، ما يرضاش يقعد معاك، يقول لك لا لا متشكر، لا جزاك الله خير، ولو قعد معاك مش هيرضى ياكل من كسوف. فهمت ازاي؟ فيبقى ساعتها قول له طب خلاص اقعد في المطبخ وتغرف له من الايه الاكل بتاعك، يقوم ياكل براحته. يقوم ياكل براحته. يبقى فليقعده دي مش على سبيل ايه الوجوب، ده على سبيل ايه الاريحيه والانبساط مع الخادم. عموما فليقعده معه فليأكل. فإن كان الطعام مشفوها قليلا، مشفوها يعني كثرت عليه شفاه الناس، أدي معنى مشفوها، الشفاه اللي هي الفم يعني. لو كان هذا الطعام عليه يعني شفاه كثيرة هتاكله هو قليل، وبعدين أجي أطعم كمان الطباخين اللي طبخوه ما هياكلوه، الضيوف مش هتلاقي حاجة. فاهم؟ يعني افرض أنت جايب طعام للضيوف والطباخين، لو اكلت الطباخين هياكلوا طعام الضيوف. ادي معنى اذا كان الطعام مشفوها قليلا، يعني في معازيم كتير والطعام قليل، وهتيجي تطعم اللي طبخوه كمان يخلص خالص. فهمت ازاي؟ فان كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه اكلة او اكلتين، يعني لقمة واحدة، بق واحد او بقين يا اخي، يعني يدوقه بس. فهمت ازاي؟ أكلة مش أكلة. يبقى أكلة اللي هي الوجبة، والأكلة اللقمة. فهمت إزاي؟ بالضم. فليضع في يدي منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين، بيفهمها لنا هو. خايفنا لأنه مش عرب ولا حاجة، يقول لك يمكن يقرأ الحديث واحد ما يكونش عربي يفتكر أكلة يعني يديله الحلة كلها. لا، ده بيقول لقمة واحدة، لقمة. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. لا شك إن العبد الرقيق تكاليفه أكثر من الحر. ليه؟ لأن العبد الرقيق مكلف إنه هو يخدم سيده ويطيع ربه، إنما الحر مكلف إنه يطيع ربه خلاص. وبالتالي تكلفة التكاليف اللي على العبد تكليفات مضاعفة. فاهم؟ مطلوب منه ان هو يطيع سيده ويطيع ربه، عايز يطيع اتنين. فهمت؟ لكن الحر مش عايز الا يطيع ربه وخلاص، سهله. فهمت؟ علشان كده ثواب العبد اللي بيؤدي حق الله وحق سيده يوم القيامه مضاعف، يوم القيامه مضاعف. وربنا عشان كلف العبد تكاليف اكتر يسر عليه، رفع عنه الجهاد في سبيل الله، فمش مكلف بالجهاد في سبيل الله، ورفع عنه الحج قال له ما تحجش، ورفع عنه الزكاة مالكش مال هتزكي تعمل ايه. فهمت ازاي؟ يعني رفع عنه الحج، ورفع عنه الزكاة، ورفع عنه الجهاد في سبيل الله، ورفع عنه كمان النفق على الام. يعني لو ليه ام العبد ده ما ينفقش عليه، مش واجب عليه ينفق عليه. حتى لو عنده مال مش واجب، مش واجب عليه.
لو ده ما يجراش حاجه ما يروحوش، ماشي هنتكلم من حيث الوجوب. شفت ربك رحمته واسعه زي لما وجد ان العبد تكاليفه كثيره فربنا خفف عنه التكاليف، ولما كان الحر تكاليفه اقل لانه تكلفته مكلف انه يطيع رب واحد بس قام زود عليه التكاليف عشان تعرف عدل الله سبحانه وتعالى مع العباد. فهمت بقى ازاي؟ وما ما معلوش صلاه جمعه، معلوش صلاه جمعه، وفي العقوبات كمان خفف عليه، لو زنى مفيش عنده رجم حتى ولو كان سيدا يجلد وخلاص 50 جلد، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. يبقى ايه؟ خفف عن العبد حاجات كثيره في العقوبات وفي ايه؟ في التكاليف، لانه مامور بانه يطيع ربه ويطيع سيده. فهمت ازاي؟ فخفف عنه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وخفف حتى عليه في ايه؟ عوره الصلاه. يعني الأمة في عورة الصلاة، المرأة في عورة الصلاة، والأمة عورتها عورة الرجل، يعني ممكن تصلي وسديها باين وشعرها باين. شوف قد إيه؟ لأنها مشغولة في خدمة أسيادها، فممكن لما تكلفها إنها تلبس وهي قاعدة طول النهار في المطبخ، وقاعدة طول النهار بترضع العيال وبتغير للعيال وفي الخدمة، مش هتعرف تصلي. فقام الشرع قال لها لا صلي على حالك، لو شعرها باين كمان تصلي، تقول لها الله أكبر وشعرها باين. فهمت ازاي؟ ورقبتها باينه ودرعتها باينه لانها مشغوله في الخدمه. فيبقى ايه؟ عورتها في الصلاه غير، وان كانت عورتها امام الرجال واحد لانها امراه تشتهي. فهمت ازاي؟ بس مش معنى كده انها تخرج قدام الرجاله بقى كده يعني، لا، يعني معناها ان في محل خدمتها مش مطلوبه انها ايه. شفت التكاليف؟ انا بقول لك بس عشان تشوف رحمه الله بعباده. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. شفت؟ لأنه مكلف بطاعة الله وطاعة الإيه؟ سيده. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأن دول واجبين على الحر مش على العبد، خد بالك. هو اختار الثلاثة دول ليه؟ أبو هريرة، لأن دول واجبين على الحر مش واجبين على العبد. فبيقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، عشان ياخد الأجرين يعني. فهمت؟ قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، بالرغم أن أبو هريرة بقى حر أهو برضه ببره لأمه أجل حج الفريضة حتى ماتت أمه ليخدمها. فهمت إزاي؟ برا بأمه. وعند الشافعية وكذا المالكية أن الأب والأم لهما أن يمنع ابنهما من حج النافلة، من حج النافلة وليس حج الفريضة. عند مين؟ عند الشافعية والمالكية. يعني الشافعية والمالكية لو أمك قالت لك ما تحجش، لا ولا ما تحجش في حجة الفريضة، لا حيلها كده وحضنها كده وحقك عليا يا أمي أرجوكي دي حجة الفريضة وروح حج الفريضة. لكن لو جاء بقى في حجه نافله قالت لك يا ولد اقعد، قول لها حاضر حتى لو انت عندك 60 سنه اسمك ولد وما ابدا. فهمت ازاي؟ يبقى ايه ده على مذهب مين؟ المالكيه والايه؟ والشافعيه. وفي تفاصيل بقى في المذاهب الثانيه كثير، واخد بالك؟ لكن ايه، انا ارجح هذا المذهب مراعاه لايه؟ لبر الوالدين. فهمت؟ لم يكن يحج حتى ماتت امه لصحبتها. وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصدح ولم يذكر المملوك. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده.
وعنه أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال: فحدثتها كعبا فقال كعب: ليس علي حساب ولا على مؤمن مزهد. يعني قال له ليس علي حساب، يعني ربنا مش هيحاسبه، هيدخله الجنة يعني من غير حساب. ولا على مؤمن مزهد، يعني ايه؟ قليل المال، لانه ما عندوش مال يتحاسب عليه كذلك، لانه العبد برضه قليل المال، العبد لا مال له، ماله لسيده، فهيتحاسب على ايه؟ فهمت؟ وعن ابي قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد. وعن ابي قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما للمملوك ان يتوفى يحسن عباده الله وصحابه سيده، نعم ما له. يعني ايه؟ ثواب عظيم له، يعني نعمه كبيره من الله له. ونقف على باب من اعتق شركا له في عبد غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قدر